كيغنيو واحد الاغنيه وكيحسدو كيفاش تيقولوا ليها. انا كنت عارف وحده الحصاد حصدوا زرعة بنية كبروا تاد لا راه مولاي علي بيكم. الحصاد حصدوا زرعة بنية كبروا تاد لا راه مولاي علي بيكم. هذيك هي سميتو الشلوح. لا احرد يحرد خامام ما يزورني من دي يحلو فاتر سادة وكين وشاورتني دي ولا تيقول وعلايا مشمش ديرينو اسد نجر خدا خدي مالو. شنو كيطلب داك الشلح؟ كيطلب مشمشة تكون عنده في الجنان في الجنان ديالو فين كيحصل. قال لك باش دير عليه الظل ويبقى يحصل. السلام عليكم، كي دايرين؟ انا كنحيدو الربيع بس عليكم مبروك عواشركم، تعيدو تعاودو الصحة والهنا السعادة والسرور. اللي عندو شي مريض الله يشافيه، اللي عندو شي واحد غايب الله يجيبو. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا عندي الزرع سميت نحصد ودابا كنحيد الربيع باش ندخل الماكينة. هو دابا هذا القمح. هذا عندي القمح هو دابا واخا تشوفوه بيض مثلا يبس ولكن مازال فوقاش تخرج الشمس وهادي الدلة بحال هكا عاد تحصد. الا حصدتيه دابا غادي كيبقى بالقشره ديالو هانت هاك حتى تعوج بحال هكا. هو دابا راه يبس، هو دابا راه كيعوج فوقاش. دابا خصني نحيد داك الربيع باش ما يدير ليش الخش في الزرع حتى كتعوج بحال هكا كترد الراس ديالها لتحت ديك الساعة على حساب. أما دابا لا، دابا غادي ندورو على الربيع نحيدو باش ما يكون ليناش الخش في الزرع باش ما يخسرناش الزرع. ها القمح، مرحبا بكم عندنا. هانتوما تشوفو هذا زرعتو في شهر 10 ولكن عندي مسقي. هاد العام ما كايناش الشتا، الناس راه ما عندهمش مساكين. اللي ما سقاش راه ما كاين والو. انا سقيتو ها هو دابا راه عندي مزيان. ها انتوما تشوفو ها دابا راه خصني ندور على هذا الربيع نحيدو. ها هو ها الزرع ناعس. الا كنتو شاهدتوه في واحد الفيديو درتو الرشاشات بالقراعي ديال المناضة، وهذا هو الزرع اللي سقيت دوك القراعي ديال المناضة. ها الربيع ها هو شتي كي داير. ايوا كيفاش كيديروا في الحصاد؟
كيديرو في الحصاد كي كيغنيو. غادي نوري لكم الغنية باش كان الناس بكري كيحصدو شتا يديرو العرب كيغنيو واحد الأغنية وكيحصدو كيفاش تيقولو ليها. أنا كنت عارف وحدة الحصاد حصدوا زرعة بالنية كبروا تاد لا راه مولاي علي بكم. الحصاد حصدوا زرعة بالنية كبروا تاد لا راه مولاي علي بكم. هذيك هي سميتو الشبيح لا حرادة يحرد خامام ما يزورني من دي يحلو فاتر سادة وكتين وشاورت ندي ولا تيقول وعلايا مشمش ديرينو اسد نجر خدا خدي مالو. شنو كيطلب داك الشلح؟ كيطلب مشمشه تكون عنده في الجنان في الجنان ديالو فين كيحصل. قال لك باش دير عليه الظل ويبقى يحصل. وهذه هي الخدمه اللي كيديرو عارف. ها باللعمه ايوا دعموا اخوكم ما تنساونيش لاكيو صافي. السلام عليكم. كاين شي ملاحظه مرحبا غادي نفيدكم نهار ندخل الماكينه غادي نوري لكم كيسميتو كيفاش كيديروا يحصدوا شحال دابا من واحد كيدخل الماكينه خص الماكينه عاد تمشي عند الشيفور قول له شوف انا بغيت الزرع يكون صافي داكشي من رجلي قول له زي الا ما عندكش الحجر في البلاد ايش دير قول له طلق الريح مزيان باش الزرع ما تيكونش فيه داك الخش. تهلاو فروسكم نتلاقاو في الفيديو ديال الحصاد. السلام عليكم ايوا ما تنساونيش اللي عنده شي سؤال مرحبا. كيرميو هالور. السلام عليكم هالور فروسكم ها هو الزرع. الزرع كي داير هذا دابا هذاك الربع خصني نحيدو ها هو راه هنا نعس ها هو حينت نسقي دابا من هنا راه عندك شي قطار ونص هنا ديال الزرع ديال الفا ديال القمح ها الصبولة هذا القمح ها كيفاش داير ها بحال هكا فاش تشوفوا السبولة دلات لتحت هكا بحال هادشي. ديك الساعة خصك الحصاد هاهو خصك تحصد دابا راه هنا مازال بدا دابا كيدلي عنقو لتحت إوا تهلاو فروسكم.